هلا بنقول لك العام هن بألف خير لكل مواليد برج الجوزاء، وكمان شو هي التوقعات العامة لإلهم؟ طبعا لانه الاجواء هوائيه، زحل والمشتري في برج الدلو، فكتير عم يمنحوا لمولود برج الجوزاء حظوظ. علامته كمان 9.5 من 10. الاهداء بدي عايد بنتي هديه، ان شاء الله كل عام وانت بالف خير. اخوي سمير حنان بهنان هي من متابعينا باستراليا، اودرانا ايشو من كندا كمان هي مولوده ثور، رجاء سليمان من طرطوس، والمذيعه رباب عباس بمركز القنيطره. قلنا ان شاء الله كل عام وانتم بالف خير. وما حد هذا يعني بجوز انا نسيت اسماء، هن كثير اصحابي ومعارفي، ولكن يمكن على الضغط اللي صار عندي ضغط هذه الفتره كمان اكثر عن جد شيء عم يعني بيكون بالحلقات والتوقعات والتحضير. فاذا نسيت حدا ما يزعلوا مني، بقول لهم لكل شيء نسيت، وكل عام ان شاء الله وانتم بالف خير من اي برج كنتوا. اكيد العنوان العريض هي سنة السفر والأوراق والرومانسية، شايفة عنوان كتير حلو بجنن. جوزاء سنة ممتازة، زحل والمشتري في برج الدلو كتير عم يشكلوا مثلث فلكي مع برجكم حظوظ قوية. اللي حابب يسافر بيسافر، يجهز شنطة سفر، واللي ناطر جواز سفر بيحصل عليه. اللي أوراقه كانت معسرة أو واقفة كمان بياخدها. اللي بده يهاجر كمان الهجرة مناسبة، بيتعامل مع العالم الخارجي بسبب حلو. سفره. الحياة العائلية والرومانسية أيضا ممتازة، النجاح الدراسي حليفهم، في تعلم لغات لألون لأنه راح يتعاملوا مع العالم الخارجي. زحل أيضا يمنح حظوظ لمواليد شهر أيار وواحد واثنين حزيران. الخسوف والكسوف سيطرة المواليد 1 و2 و9 و10 و11، ما قلنا أنه هن بموقع القوس والجوزاء شوي يكونوا حذرين. بعض مواليد برج الجوزاء يكون عندهم استلام مناصب بالسنة، ديروا بالكم ليش، بسبب تواجد أورانوس ببيتكم 12 بدهم يديروا بالهم من السرقات المادية والمعنوية. راح تكون روحانياتهم عالية، بيشعروا بالأمور قبل حدوثها. وبين أيار وشهر حزيران انتقال المشتري لبرج الحوت، فعم يعطيهم ديروا بالكم على مركزكم بالعمل. والبعض الاخر يحصل على مركز او ترقيه او شهره عاليه جدا. طبعا افضل الاشهر لهم شباط ونيسان وحزيران وتموز واب وتشرين الاول. ديروا بالكم على صحتكم مواليد برج الجوزاء بشهر تشرين الثاني، السلامه للكل يا رب. اصعب الاشهر اللي هي متعبه وضاغطه بتكون اذار وايار، حتى 20 منه وشهر كانون الأول إن شاء الله. أكيد بنتمنى لهم التوفيق.